أربع أنفاق سووا تحت الأرض شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً لتسهيل حركة المشاة، بحيث الواحد لو يبغى يروح للحرم ممكن يروح تحت الأرض فيوفر وقت وما يضطر يمشي في الشارع. حنسوي تجربة ونجيب الأستاذ حمدتو. يا حمدتو ايش قيري؟ هلا. طيب ايش رايك نتسابق مع بعض؟ انا اخذ النفق وانت تاخذ الشارع ونشوف مين يوصل اول. نسوي كذا حركات حقت ايام زمان. طيب ماشي. ايش قيري؟ حمدتو. اول 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 تعليق انه مكيف على طول، مكيف واضح. ثاني تعليق على طول قبل ما ندخل حتى، انه في واي فاي مجانا. صلوا على خير الأنام. احنا الان تحت الارض، فالواحد ما يضطر انه يطلع فوق فوق في الشوارع. اوبا، هذه فيها نزله تحت والله هذه حركه يعني. طيب ماشي، مغامرات هذه من جد. طبعا انا اظن احنا وصلنا كده، يقطع الشارع العام دحين، فيعني موضوع ما هو حتى من ناحيه السلامه. فايش رايكم يكون وصل الشقيري ولا ايش سوى بالضبط؟ يا اهلا وسهلا. طيب الموضوع ما شاء الله سريع، اخذ دقيقتين. هو النفق تقريبا 500 ولا 600 متر، والان رحله البحث عن حمدتو. نشوف كم حياخذ وقت. ايه شقيري، شقيري حمدتو، فينك يا هو؟ هلا هلا، تعبتني معاك. كم أخذك وقت؟ أنا أخذني دقيقتين، أنا 10 دقائق. المهم المرة الجاية أخذني معاك. ليش شغل التعب ده؟ دائما ملاعبك أنت الله يهديك. نرجع سوا، إيش رأيك؟ تبغى نرجع هنا؟ يلا ماشي نرجع سوا. أهلا وسهلا. وماله؟ وعلى يمينه. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، مدعى لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، مدعى لله داع. بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر إماما أسوة للعالمين، علم الإحسان نجاً جامعاً دنيا ودين، هديه نور تجلى أملاً للمذنبين. إنا للخطايا رباً يقبل المستغفرين.